بالحلقة القادمة. يا جبين العراق يرعف إشراقا وفخرا والباقيات مذيل. من حضرة أمير المؤمنين أمير الفقراء الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. من مدينة النجف الأشرف رسامة كان حلمها المحاسبة بس أبوها كان عنده وجهة نظر ثانية. بين هلمة الليلة السادسة بتوقيت بغداد على أم بي سي العراق. رمضان يجمعنا.